الو السلام عليكم. اليوم احنا مع الدوكاتي 736 موديفي كلها. دونك اليوم خرجت نجيب لها واحد الدويره خفيفه باش نتيستيها تيستي الكيتون ديالها. هي دابا تحولات من بوزيسيون دو كوندويت. On travaille dans une position de conduite, un moteur roadster. Les guidons sont en frein, je suis au pas de l'index. La conduite similaire de la sportive. On guide une nasse, je suis à Halaka. On a de l'art, du coup, il a pu dire que j'ai un virage à la. Je vais dire que je suis à Vjet qui est en train. مبقاش فيها هذيك قضية نور في الخاطر و فاسيل في السوكان. دابا أصغر دورة كيخصك تنعس فيها الموطور. أو أنا ما عرفتش كي جاتكم، أنا تكونوا ديجا شفتوا الفيديو فاش ضربت عليها دويرة وقدمت لكم داكشي اللي كتبت فيها. دونك حاولوا تقولوا لي في الكومنتار الحوايج اللي عجبوكم واللي ما عجبوكمش. هو أول حاجة خاصكم تعرفوها بلانو الموتور ما مقادش على حساب الدوق ديالي، مي على حساب الدوق تاع السيد اللي قاد الموتور ديالو. Donc, il faut que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais il y a un truc qui est critique. Il y a un petit peu améliorer le moteur. Vous pouvez aller dans les commentaires. هادي كادي كيف ما كانت ركبة تاعها كيبقى أهم حاجة فيها هي الموطور وهي الكوفل ديالها اللي صراحة واعر بعدي ما نقول فيه. كما كتشوفوا هنايا المرايات كانوا الفوق نزلناهم لتحت. علاش؟ على حساب واحد القضية، على حساب الاكسيليراسيون هنايا. لأن فاش كتكون داير دي كون وكتبغي تكسيري كيتكونس هنايا، دونك كتكونس هاديك يديك. لا لا
Alain Chocon est à la Ducati de Guidera. بركة عليا ولا نزيد؟ إلا بغيتي نزيد نزيد ماشي مشكل، هنا نيت صافي بركة، ما تحركش باباها. أنتو